البنك اليابان بآخر جولاي رفع الفوائد 15 أساس وفاجأ الأسواق. أنا بعتقد أنه المركز الياباني رح يرجع يزيد أسعار الفوائد بنهاية ديسمبر 2024. أرقام جي دي بي النمو عم بيكون 2.9% وأرقام التضخم كانت 2.7%، فهني هو العملين بيعطوا مجال للتحرك على المركز الياباني بزياده اضافيه للفوائد. هن متوقعين نحن انه المركز الياباني يزيد مره قبل نهايه 2024 وبدايه 2025 يكون عنده زياده اضافيه ويراقب اداء الاقتصاد الياباني. شفنا اليابان ارقام التضخم عم تكون فوق المستهدفات اللي هي 2% حتى المركز الياباني، اداء الاقتصاد الياباني عم بيكون جيد، فهذا رح يكون يفتح المجال لاضافات بالفوائد للمركز الياباني. شفنا كمان انه العمله اليابانيه تراجعت نوف تقريبا 13% من مستويات 162 اليوم لل 143، فهالعوامل كلها عم تكون داعمه لاضافه اضافات بالفوائد عند المركز الياباني.